عارف ايه اسهل حاجه انت ممكن تعملها بعد حوار احمد ياسر امبارح وبعد الكلام المختلف اللي قاله لاول مره تسمعه انت في ودانك، في واحد بيطلع في برنامج مع سيف زاهر على قناه اون والموضوع في الميديا، صعب انك حد يقول لك ان حسين الشحات لاعب عادي وان فرجاني ساسي مفترض ان هو برضه لاعب عادي، ودي بصراحه بختلف فيها مع احمد ياسر جدا جدا، وان هو يقول لك ان المرتبات في مصر يعني اوفر قوي برغم ان اللعيبه كلهم شبه بعض، دي بصراحه بحييه فيها، وان فعلا اللاعب المختلف في مصر ممكن يكون زي عبد الله وزي كمان رمضان وزي فرجاني وزي بن شرقي وبس، هم دول اللعيبه المختلفه في مصر تستحق تاخد مرتبات عاليه، وكمان كابتن طارق حامد غير كده حش ورمي كلهم شبه بعض ما يفرقوش اي حاجه اطلاقا عن بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الواحد بصراحة يعني نفسه يلاقي أي موضوع يخص الكرة المصرية ما يحطش فيه تركي الشيخ محمود الخطيب، لأن الموضوع اللي أنا أكلمك فيه برضو ناس من رواد المرتبات العالية في مصر والمرتبات والصفقات واللعيبة اللي بتيجي بأرقام فلكية وأرقام خرافية، كان بطلها النادي الأهلي في التعاقد مع صلاح محسن بصفقة وصلت ل 42 مليون، وكلنا شفنا النجاح الباهر لكابتن صلاح محسن حققه في الأهلي، والكلام اللي كان بيتقال في الميديا إن اللاعب جاي له عقد من بروسيا دورتموند وكلام ما يصدقوش أي حد في KG2، فما بالك بقى بناس كبيره، بس مع ذلك النصر صدرت الكلام ده وما عندهاش اي مانع ان هي تردده لحد دلوقتي. وبعد كده شفنا ان عبد الله سعيد بيبالغ في طلباته الماليه قدام الاهلي، والاهلي بعد كده بيوصل لارقام عبد الله مع الزمالك ل 40 مليون، والموضوع بيبدا يفرط قوي 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 في التعاقدات، وبعد كده بنشوف ان تركي الشيخ بيروح ياخد نادي ويعمله من اول وجديد ويقعد يشتري لعيبه ويديهم اضعاف اضعاف اللي كانوا بياخدوها في مرتباتهم، بعد كده نلاقي ان الموضوع خلاص اتعمم، وبالنسبه للاهلي والزمالك وبيراميدز اللعيبه بتاخد دبل ثلاثه ودبل اربعه مع انهم نفس اللعيبه امكانياتهم هي حدودهم هي، يعني مثلا محمد فاروق لما راح خد في بيراميدز ضعف اللي كان بياخده في المقاولون العرب، هل مثلا كده محمد فاروق بقى سيرجي جنابري وهو لسه طالع من البايرن قدام توتنهام وكان مكسر الدنيا؟ ما حصلش اي حاجه. طب هو مثلا قلب يعني قلب محمد فتحي دوني فان دي بيك في بيراميدز لما راح الاسماعيلي كان بياخد فلوس قليله في الاسماعيلي، لما راح بيراميدز بياخد 3 4 اضعافهم؟ لا. طب عبد الله البكري لما مشي من سموحه وهو بياخد 2 مليون او ما كانش وصل كمان لل 2 مليون وراح خد في بيراميدز يعني 8 مليون او 10 مليون، يعني ايه اللي اتغير في عبد الله؟ مفيش اي حاجه، بس هي المرتبات عليت مره واحده. وطبعا ما ينفعش ان انا اكلمك على لعيبه في الاهلي عشان عارف ان انت بيبقى عندك حساسيه، مثلا لما اقول لك ان ازاي حسين الشحات ياخد مبلغ مقارب للمليون دولار في الموسم، وكلنا عارفين ان حسين الشحات يعني لاعب ما بيعديش واحد على واحد كتير، لاعب ما عندوش بصيره انه يلعب صانع العاب. فبص في حاجات كتير قوي انا هكلمك فيها انت مش عايز تتقبلها، مش عايز تتقبل مثلا ان في مصر احنا بنمر بفتره فيها جيل سيء جدا 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 على جميع الجهات، جيل سيء في منتخب مصر، منتخب مش موجود، منتخب صلاح وتريزي او منتخب صلاح بس، وتخيل كمان صلاح وتريزي هما اللي بيلعبوا على الاطراف في المنتخب، وانت رحت جبت لعيب بتتكلم في 80 او 100 مليون، تخيل بقى البؤس اللي انت فيه، لو انت رايح جايب لعيب اساسا مش دولي ومش هيلعب دولي وهيبطل كوره قبل ما يلعب دولي، تخيل بقى وانت رحت جبته بمبلغ كبير قوي، اللي هو ازاي اساسا يعني انت بتهرج صح؟ بس عادي الاعلام بتاعك حللها لك والدنيا بالنسبه لك زي الفل. انت معترض على كلام احمد ياسر، شايف انه حاقد وحسود وغير واي حاجه عايز تقولها قولها، انما لو قعدت فكرت هو لعيب فعلا بالارقام؟ اه ما هو لعيب بالارقام، وهي الكوره دلوقتي بالارقام، واهم حاجه بالنسبه للاعيب الكوره الارقام اللي هو بيحققها في الموسم. هو ليه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي متزعمين عالم كره القدم من 15 سنه؟ يمكن عشان ارقامهم ثابته مثلا وبيحاولوا ان هم يكسروا ارقام نفسهم؟ مش هتفكر في دي، انت اهم حاجه بالنسبه لك ايه؟ اللعيب يطلع في اي نادي الاهلي او الزمالك يروحوا يفاوضوه ويفضلوا يعلوا على بعض ونعلي على بعض، ونفس اللي كان بيحصل ايام كابتن حسن حمدي ومن ضعف بس لسه بيحصل دلوقتي، بس الامانه ساعتها كانوا بيخافوا يوصلوا لحدود معينه علشان الرقابه والكلام ده، انما دلوقتي بسم الله ما شاء الله مش في اي خوف ولا في اي حاجه، ممكن تدي اللعيب على قده جدا 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 مقابل 10 مليون سنويا او 5 مليون سنويا، 5 مليون دي للاهلي فتره من الفترات كان حاططها ليميت للعيبه اللعيبه الفئه الاولى، يعني الاهلي فتره من الفترات كان بيدي اللعيب الفئه الاولى 5 مليون، كان ابو تريكه مثلا لما يعني ربنا كرمه وعرف فوضى الاهلي كان وصل للفئه الاولى في اخر ايام مسيرته الرياضيه، فتخيل بقى لعيبه دلوقتي بتاخد اضعاف 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 المبالغ اللي كان بياخدوها الجيل العظيم اللي كان موجود في الكره المصريه ده. فعلا ابو تريكه لو كان موجود دلوقتي كان ممكن عدى 100 مليون وهو متغطي وهو بيلعب برجل واحده، انا بشوف ارقام في الدوري المصري ارقام ما تفهمش اللعيبه اللي بتاخدها على اساس، ما تفهمش اساسا في لعيبه يعني بيتم التسويق لها بطريقه غريبه، يعني مثلا واحد من الناس اللي انا مش مقتنع بيه كلاعب كرة اساسا كابتن عمرو السوليه، يعني كابتن عمرو السوليه من الناس اللي برده ما تفهملهاش اي دور في الملعب ولا تفهم لها اي حاجه، لعيب ممكن تلاقيه في ماتش عالي وفي ماتش زي الزفت، وتلاقي عمرو السوليه ناس كتير قوي طالعه تقول لك الراجل ده رهيب والراجل ده، يعني
يا صديقي العزيز، انت وصلت لاخر مراحل مبارياتك بين الاهلي وسموحه، انك بتتفرج على ماتش بايخ ملوش 60 لازمه، بتتمنى ان هو يخلص، وقعدت تتفرج على ماتشات الزمالك من اول الموسم لحد قبل شهر فبراير، وانت بتقول يا رب الزمالك يخلص رابع او يوصل دوري ابطال افريقيا، هتبقى زي الفل وجبرت. ومع ذلك تلاقي في لعيبه في الاهلي والزمالك بياخدوا مرتبات فلكيه، وفي لعيبه تحتهم بياخدوا مرتبات اقل، مع انك لو دورت هتلاقي ان المولانا عرب اللي عمل طفره السنه دي وصل مركز تاني على الزمالك وبيراميدز، يمكن اكبر عقد في، يمكن اقل عقد في بيراميدز والاهلي مرتبات لعيبه المولانا عرب. الموضوع في مصر مش متقاس كوره، الموضوع في مصر متقاس اعلام على جمهور بينجم في لاعب، على وكيل اعمال شاطر، على نادي بيتهبل وبيدفع. غير كده مفيش امكانيات في مصر، والجيل المصري جيل سيء زي ما اتكلمنا، والكره المصريه هتعاني مع لعيبه خارج بخس ولعيبه كرويا على قدهم، بس اعلاميا الناس دي مفيش احسن منها في الكوكب كله. احنا عندنا حسين الشحات ده ممكن ينافس نيمار والحياه تبقى حلوه، بس عادي يعني اللعيب فعلا يعني. حتى نادر شوقي حاجه في التصريحات وقال له انت لذيذ ومختلف، بس رمضان صبحي مختلف على اللعيبه. هو رمضان مختلف في مصر، اتفق معاك تماما، رمضان صبحي اعلى من اي جناح في مصر وهو بيلعب برجل واحده، لكن رمضان صبحي سيفشل فشل ذريع في الاحتراف، زي ما حصل معاه مع ستوك، وزي ما حصل معاه مع الفرقه اللي هو الفرقه اللي بصراحه الواحد كان بيتعب في نطق اسمها هايدر سيفيلد او هايدر شيفيلد، وبرضه يعني حتى رمضان صبحي برغم ان هو اعلى جناح مصري سيفشل في هايدر شيفيلد لو لعب معاهم تشامبيون شيب في انجلترا. يا كابتن نادر، الكوره في مصر تعبانه واللعيبه في مصر زي الزفت وسيئين، اللعيبه في مصر رسمالهم في الحياه سوشيال ميديا وضحك على الجمهور وبيقلبوا عشهم، فغير كده ما تنتظرش منهم اي حاجه. كلام احمد ياسر مظبوط، كلام احمد ياسر صحيح، لانه لعيب راجل جدا، قال كلام في فتره من فترات ممتازه، خصوصا كمان ان هو كان بيقول له انت بتخاف من مين وما بتخافش من مين، وانا كلاعب كوره انا عمري في حياتي ما احترمت اي حد قدامي ولا خصم، كنت بخاف منه ولا بترعب منه، كنت بنزل عايز اكسب زي اي حد بيلعب كوره، فما فيش حد بينزل يخاف من خصومه الا لو كانوا اعلى منه بمراحل، وما فيش اي حد في مصر دلوقتي اعلى من اي حد بمراحل، كلهم في حته واحده. اللي بيختلف ان النادي الاهلي اسمه كبير، لو دورت على نجم الاهلي الموسم اللي فات هتلاقي ان هو علي معلول وهو هداف الدوري، ما كانش حسين الشحات او رمضان صبحي او حتى وليد ازارو. بص، في عك في الكره المصريه، وممكن تلاقي عك عمرك في حياتك ما شفته، وكلنا معترفين ان الكره المصريه بتمر باسوا عهودها في عالم كره القدم، بس مع ذلك كلنا بنشوف برضه مرتبات رهيبه اللعيبه بتاخدها، وما تعرفش الموضوع ماشي بناء على ايه.